بادرت شركة بايونير للصناعات الدوائية العراقية والتي مقرها في إقليم كردستان الاستعداد للمباشرة بتصنيع دواء لصالح وزارة الصحة العراقية ووزارة صحة الإقليم، ويكون مجانا للدعم القطاع الصحي في العراق عموما لمواجهة فيروس كورونا. طبعا خلال انتشار جائحة كورونا فيروس كانت شركة بايونير ومجلس إدارتها يترقبون من البداية أي تطورات يخص وجود علاج واعد. طبعا عند بداية إقرار المشاركة بين عقارين هيدروكسيكلوروكوين والأزيترومايسين سارعت شركة بايونير للعمل على تأمين الهيدروكسيكلوروكوين، مع العلم من وجود الكثير من الصعوبات اللوجستية خاصة بهالفترة كون الشركات العالمية تتسارع وتتهافت لسحب كل المخزون الاحتياطي من هذه المادة من العالم، ولكن طبعا كانت شركة بايونير من الحصول على المادة الأولية من مصادر رصينة، والفعل البدء بعملية الإنتاج مع سباق مع الزمن، وهنا يكمن الإنجاز لأن تصنيع عقار جديد ليس بالأمر السهل وقد يحتاج أشهر وسنوات. شركة بايونير للصناعات الدوائية هي شركة مساهمة خاصة بادرت بإنتاج عقار هيدروكسيكلوروكين، والذي يستخدم حاليا في أغلب دول العالم لعلاج مرضى فيروس كورونا، مع دواء آخر والذي تنتجه الشركة منذ سنوات، حيث بادر بجلب المواد الأولية لصناعة هذا الدواء من مصادر عالمية، والتي زاد الإقبال عليها بالفترة الأخيرة من جميع الشركات. أول ما بلش في فرنسا كانت على دراسة على 40 مريض وكانت النتائج جدا إيجابية، وبعد ظهور النتائج بيوم واحد أوصى فيه رئيس الولايات المتحدة أن يتم استعماله في أمريكا وبقية العالم. والآن حقيقة هذا الدواء عليه طلب كبير، ومبارح كان وزارة الصحة الإسبانية تدعو إلى تقنين استعمال هذا الدواء لعدم وجود كميات كافية بإسبانيا. الحمد لله احنا بالعراق بهذا الموضوع تفوقنا على دول عالمية زي إسبانيا، ويوجد عندنا كميات كبيرة بعد إنتاجه من شركة بايونير تكفي حاجة جميع المرضى العراقيين. يشار أن الدواء اعتمد في وزارة الصحة العراقية لعلاج الحالات المصابة في مستشفياتها، وتم شفاء الكثير من الحالات وساعد على مقاومة الفيروس والتعافي منه. من مدينة أربيل، محمد الشبكي، الداعي نيوز.